السلام عليكم، منير خمالي، المدير الاجتماعي ديال جمعية بيكالا، الجمعية اللي غنية عن التعريف في مدينة مراكش. الحمد لله كاين واحد الصيت اللي هو إيجابي في الوسط ديال مدينة مراكش ولا جميع الفئات اللي كنستهدفوهم. بحكم أن السمية سميتها بيكالا فإن كتبان أن عندها العلاقة بالبيئة، عندها علاقة بالبيكالا، فجميع البروجيات اللي كنخدموا عليهم عندهم علاقة بالبيكالا، وكنحاولوا نوصلوا واحد الفكره على البيكالا، واحد وسيله نقل اللي هي مفيده للصحه ديال الجسم، ولا كترجع بواحد النفع كبير على البيئه. اذا كاينه واحد الايجابيه كبيره. بطبيعه الحال المشاريع اللي كنخدموا عليهم يعني ماشي سهل باش ننفذوهم، بحكم ما كاينش عندنا واحد الدعم اللي هو قار، وانما كنحاولوا حتى حنا كنخلقوا واحد المشاريع اللي كنقدروا نوفروا بها بعض الماديات اللي كتعاوننا في المشاريع الاجتماعيه اللي كنقوموا بها. والحمد لله حنا غاديين في واحد المسيره اللي هي ايجابيه، بحكم اننا الاقبال ولا الدعم لا من جهه السلطات ولا من جهه الساكنه ديال المدينه ولا الفئات المستهدفه في الانشطه اللي كنقوموا بها، كاينه واحد الايجابيه في هذا الشيء، كيزيدنا واحد الدعم اللي هو كبير باش اننا نستمروا ونكونوا دائما في عند حسن الظن ديالهم. بطبيعه الحال واحد النصيحه اللي كنصح بها دائما الشباب ولا يعني اي واحد يعني اي مواطن في هذا الوطن هذا الحبيب، ما نبخلوش باي حاجه كتنشر الايجابيه وكتعاون يعني المجتمع ديالنا او كتعاون الصالح العام، فنبادروا باش نقوموا بها يعني ونتعاونوا بعضياتنا باش نكونوا فواحد يكون عندنا واحد الوعي اللي هو شامل، ويكون عندنا واحد البلد اللي هو يعني كيتضرب به المثل في وسط العالم كامل ان شاء الله. وهو بيكالا بطبيعه الحال بيكالا هي واحد المشروع اللي هو كبير، ماشي سهل، والعمل الجمعوي ملي جمعنا بيكالا وكنحاولوا نقدموا مشاريع تحت هذا اللواء ديال هذه الجمعيه هذه، فبالتالي كنظن اننا غنقدروا نحققوا يعني مجموعه من الاهداف اللي حنا كنطمحوا لهم، وكنتمناو يعني الناس يعني المسؤولين يزيدوا يدعمونا اكثر ويزيدوا يثقوا فينا اكثر، حيت مازال عندنا ما نعطيو ان شاء الله. مصطفى من الساكنه ديال مراكش، تنجينا على بيكالا كمتطوع، كنقوم باعمال تطوعيه في بيكالا في اعاده التدوير ديال المنتوجات، كندير لي فورماسيون للدراري في لا ميكانيك، كنقوموا بحملات توعيه في مدينه مراكش، كنقوموا بعده انشطه كنوعيو الشباب في الحمله الطرقيه. فاش كنزور المدينه ديال مراكش ضروري خاصني نجي هنا عند بيكالا، يعني كان واحد الجو ديال الاخوه بين الشباب هنايا، كنتعلموا من بعضياتنا بزاف ديال الحوايج، كنشاركوا في اعمال اجتماعيه، يعني بيكالا راه معروف عليها الاعمال الاجتماعيه، كنشاركوا في اعمال تحسيسيه، كنديروا تكوين ديال الشباب وخصوصا في لا ميكانيك ديال الدراجات الهوائيه. تنجي هنا بيكالا كل مره فاش كتحيا فرصه كتكون عندي كونجي ولا شي حاجه، كنجي نريح هنا مع الشباب، كنستافدوا منهم بزاف الحوايج، حيت كاين هنا كاين بزاف ديال اللغات، كاين الاجانب، كاين تنجي هنا البيكالا كنستافد حتى انا بدوري، انا كنستافد كاين بزاف ديال الثقافات، كنستافد اللغات حيت كاين بزاف ديال الاجانب، وتنعطيو شي حوايج حنا من عندنا، تنساهموا بالعمل التطوعي، حمله ديال النظافه، حمله ديال التوعيه، الحمله الطرقيه، تنجيبوا معنا برامج، خصوصا اني كنخدم في واحد المعمل للحي ديال الصلب كيتواجد خارج مدينه مراكش، كنحاولوا نديروا لو بارطاج مع الشباب ديال هنايا، لو بارطاج في لا سيكوريتي، لو بارطاج في لي 5S. النصيحه ديال الشباب خصوصا الشباب ديال مدينه مراكش يجيو يزوروا بيكالا،
يتعرفوا على الناس ديال بيكالا، يساهموا في اعمال ديال التوعيه، يساهموا في اعمال ديال نصر ثقافه سلوك الطريق، المحافظه على خصوصا حنا هنا في مراكش كنستعملوا الدراجات الهوائيه بزاف، يعني ما كرهتش انا الشباب كلهم يجيو يقوموا بالزياره ديال بيكالا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.